انا وحيد. وحيد ازيك، اخبارك ايه؟ كل ساعتها ما سامحتش نفسي على العلاقه القذره اللي نشات ما بين الفيل والغزاله. يعني خلاص بدايه كده بنقول للفنان كريم الحسيني مبروك مرتين، المره الاولى علشان العرض الرائع ده وخطه كيوبيد، ما شاء الله عرض متميز جدا، الف مبروك. الله يبارك فيك، متشكر. العفو. المره الثانيه علشان النهارده عيد ميلاده، بنقول له كل سنه وهو طيب وانت طيب. Happy birthday to you. Happy كيوبيد. الحقيقه عرض رائع جدا، عايزاك تكلمنا النهارده عن العرض ده وايه التحديات اللي قدرت ان انت تاخدها علشان تقدم لنا عرض ممتاز زي كده. هو من اهم التحديات اللي حصلت ان القاعه دي بتاعت يوسف ادريس بقالها 11 سنه مقفوله، اتفتحت بفضل الفنان محسن منصور مدير مسرح السلام. من ساعه ما تولى منصب مدير وهو بيفكر دايما انه يفتح القاعه دي، لان القاعه دي شهدت عروض قبل كده ناجحه كتير جدا، منهم عروض لياسر جلال ونضال الشافعي ومحسن منهم، فنفتحها بايه بقى؟ كانت هي دي الفكره. فهو الفكره جت من هنا، ان لما محسن اجتمع مع احمد فؤاد وعبد الله الشاعر المؤلف، نفتحها بايه؟ نفتحها بنص عالمي؟ نفتحها بنص عربي؟ لا، نفتحها بحاجه شبهنا. عشان كده مفيش حد بيدخل العرض ده غير لما بيحس ان هو لمسه في اي شريحه من الشرايح، سواء خاطب او مرتبط او متجوز او انفصل او هيرجع او بيفكر او حتى الاطفال. وهي دي سر الخلطه الناجحه، انها خلطه كيوبيد مش خطه كيوبيد. الخلطه الناجحه في ورق ناجح، في مخرج واعي زي احمد فؤاد بيعمل عروض ناجحه، في اربع عناصر ممثلين شطار والحمد لله بيحبوا بعض، ودي مهمه جدا وبتبان جدا واحنا شغالين مين بيحب مين ومين بيوقع مين، والحمد لله انها مش موجوده. وبفضل ودعم فنان مدير زي محسن منصور انه يفتح قاعه مقفوله ويبقى في ظهرنا، جت بقى الفكره بقى بتاعت خطه كيوبيد والدور اللي انا عملته اللي هو هيليوس المواطن المطحون اللي لامس كل الشباب اللي بيبقوا عاوزين يقولوا طب احنا هنعمل ولا لا، ومخاوف واتجوز ولا ما اتجوزش، وان هو الواد ده فعلا غلبان وملوش حد غيرهم، وان انا بجيب الضحك او بجيب الحاجات من كريم مش من كريم، من هيليوس، وده مهم جدا. بس فالحمد لله وربنا اراد، او يعني هي في نفحه في الموضوع ان في نجاح من عند ربنا، لان احنا النهارده في الليله 105 والسيده معالي الوزيره وزيره الثقافه دكتوره نيفين الكيلاني حضرت واستاذ خالد جلال وقالوا العرض ده ما يقفلش ما يقفلش. فالحمد لله رب العالمين، ده كل ده فضل وكرم كبير من ربنا ورزق كبير ان انا اشتغلت في العرض ده، لان انا لو كنت موجود او لو جيت حضرت العرض ده كنت هبقى متضايق قوي لو انا ما لقيتش نفسي على الافيش ده بجد. تحب تقول ايه لفريق العمل القصر اللي اشتغل معاك المفروض؟ احب اقول لكل فريق عمل خطه كيوبيد بحبكم، ونفسي العرض ده ما يقفلش، لان العرض ده لو قفل انا هزعل قوي، حتى لو عملت بعديه حاجات ناجحه كتير. العرض ده مأثر في حياتي ومأثر فينا كلنا. بقول لاحمد فؤاد اوعى تشتغل من غيري تاني، بقول كل حبايبي اخواتي الممثلين احنا عملنا تركيبه غريبه جدا مع بعض، بقول لمحسن منصور شكرا على القاعه اللي اتفتحت، بقول شكرا الحمد لله. بشكرك جدا. شكرا. خطة كيوبيد. انا وحيد. وحيد ازيك، اخبارك ايه؟ كل ساعتها ما سامحتش نفسي على العلاقه القذره اللي نشات ما بين الفيل والغزاله. يعني خلاص هتركب لي ميه؟ لا يا ابني مش الدرجه دي. ايه ده؟ انت بتشخط فيا يا بجد؟ لا ده انفعال غير مبرر. ما شاء الله عليك يا ابني، انت حيوان التمثيل. ولا الواد سندو ينزل بالشيشه سالكه القمر. انت اللي غشيم، حد يدخل بصدره ويسحب النفس ده كله؟ ايه الصنفره الحداد اللي في ايدك دي؟ معايا هتعدي وهاكلك المنة. اتمنى. ربينا يا قلبي ولا تقوليش السكه منين؟ انا راجل كبير في السن وعيان ودمعتي قريبة. بجد يا حبيبي كنت متأكدة انك مش بتضحك عليا. مريحة. لا يا هانم.
الشرق مش متعودين ان حد متطفل يجينا في وقت زي ده. دلوقتي لقائنا مع المخرج الرائع، مخرج العرض الناجح خطة كيوبيد، الأستاذ أحمد فؤاد. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. أولا إحنا بنهنيك جدا على العرض الرائع ده. ربنا يخليك، ميرسي جدا لذوقك. عايزين حضرتك تكلمنا عن العرض وإيه الصعوبات اللي أنت قابلتها علشان تطلع لنا عرض الحقيقة غاية في التميز. يمكن العرض ده ليه تركيبة خاصة احنا عملناه، هو قاعة يوسف إدريس، هي كانت قاعة مقفولة بالفعل وانا موظف هنا في المسرح، فلما اتكلمت مع استاذ محسن على فكرة افتتاح قاعة وكان مصمم جدا ان احنا نفتح قاعة، فقلنا نقدر نعمل ايه هنا، فبدأنا نبني خطة كيوبيد جوه هنا القاعة. انا دايما ما بحبش كلمه صعوبات قد ما هي تحديات، في ان احنا ايه تحدينا المكان على مستوى الديكور، الممثلين في انه ازاي نبقى قريبين قوي كده من الجمهور، فده قد ايه هو ميزه لينا، لانه الناس وهي قريبه كده حاسه انه هي بتتفرج جوه الحدث، بس في نفس الوقت ازاي نعمل ضبط طاقه الممثلين على انه يبقى مناسب جدا مع ان انت بتمثل في اقل من متر ونص بعيد عنك وبين الجمهور، فده شويه اللي خد مننا حبه مجهود، بس الحمد لله يعني ربنا وفق في انه التركيبه كلها، لانه هي حقيقه تركيبه كامله كلها صادقه وفيها اخلاص شديد جدا من اول عمال المسرح اللي موجودين هنا في مسرح السلام لحد مدير المسرح بالممثلين مرورا بكل الناس اللي شغاله في العرض، هو ده اللي ادى للنجاح ده. الحمد لله احنا النهارده 102 ليله ولسه ان شاء الله مكملين، فاظن ان دي دعوه كويسه لان كل حد ممكن يخلص لعمله يطلع ناتج بالشكل ده ويفضل مستمر وناجح لحد فترات طويله جدا. الحقيقة عرض رائع جدا واكيد حضرتك تعبت جدا في اختيار الممثلين، ازاي قدرت تعمل توليفة رائعة ما بينهم كده بالشكل ده؟ انا دايما بدور على الممثل بتقنياته، يعني مش بس ممثل كوميدي او ممثل تراجيدي، بدور على ممثل يقدر يعمل كل حاجة، فربنا وفقنا في الاربع نجوم بتوع العرض ان هم يقدروا يوصلوا معانا حالة فنية جيدة، حالة إنسانية كمان جيدة جدا، ويبقى عندهم القدرة الكبيرة في إمكانياتهم كممثلين، الأدوات إنه ينتقل بسهولة جدا من الكوميدي للتراجيدي للميوزيكال، كل النقلات دي كانت مهمة جدا بالنسبة لنا كمخرج، وعشان كده رسينا على الأربعة دول والحمد لله حققوا النتيجة بشكل جيد. يعني عايزة أسأل حضرتك، إيه رسالة حضرتك من خلال مسرحية عرض كيوبيد اللي بتقدمها للشباب؟ إيه الرسالة اللي عايز تقولها من خلال المسرحية؟ أنا بتكلم دايما عن مفهوم الحب، يمكن دراستي الأساسية فلسفة فمشغول دايما بالمفاهيم، احنا عندنا مشكلة في المفهوم نفسه، هو مش الشكل الرومانسي بس اللي احنا عارفينه أو اللي احنا بنتفرج عليه، يعني قد ما هو مليان تفاصيل تانية كتير قوي، مليان مسؤولية ومليان مودة ومليان تفاهم مع الآخر، كل دي مفاهيم احنا بنكتشفها فجأة لما بنخش في علاقة عاطفية، فهو ده اللي بيسبب بعد كده الطلاق وبيسبب المشاكل وبيسبب الحاجات، فلما من الاول نبقى عارفين ان احنا داخلين على تجربه كامله فيها مسؤوليه وفيها توافق وفيها ان انت لازم تتقبل الاخر اللي قدامك مش بس شكل رومانسي، اظن ده هيفرق جدا في اللي داخل يتفرج على العرض، والحمد لله النتيجه دايما باينه في فكره ان الناس لما بتخش العرض بتخرج شويه عندها تفكير مختلف عن اللي هم كانوا داخلين بيه، ويمكن ده اللي احنا شايفينه انه لازم يقدموا الفن. الحقيقة وراء كل عمل عظيم مخرج رائع، علشان كده بنقول لحضرتك النهاردة ألف مبروك. شكرا جدا. ألف مبروك وشكرا للقاء حضرتك. شكرا.